أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال تفقده منطقة سور مجرى العيون أن هذه المنطقة الحضارية نفذتها الدولة كبديل لمنطقة المدابغ، مشيدا بالنقلة الحضارية التي أصبحت عليها المنطقة. وأشار مدبولي إلى نقل 2000 أسرة إلى شقق حضارية على أعلى مستوى بمدينة بدر ليكونوا بجوار منطقة الروبيكي التي تم إقامة منطقة المدابغ الجديدة بها. النهارده زي ما حضراتكم شايفين، يعني اولا تم نقل 2000 اسره بتعويضهم ونقلهم في شقق حضاريه على اعلى مستوى في مدينه بدر. وليه مدينه بدر؟ عشان تبقى جنب منطقه الروبيكي اللي هيتعمل فيها منطقه المدابغ الجديده على اعلى مستوى، بحيث يبقوا مرتبطين يفضلوا قريبين من مكان عملهم. فبالتالي احنا الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نرفع يعني مستوى معيشة الناس اللي كانت موجودة هنا في مصر. حتى العمال السريح أو اللي كانوا بيسرحوا بعربيات كارو، دول برضو تم تعويضهم علشان يعني تبقى الأمور كل الناس تم تعويضهم. لكن النهاردة المنطقة كانت يعني برضو كانت المياه الجافية والتلوث اللي كان موجود غير طبيعي في المنطقة بعد ما هدمناها. النهاردة في خلال سنتين احنا واقفين زي ما حضراتكم شايفين المكان عامل ازاي، والنهارده بنتكلم على شقق طبعا معموله بالطراز الاسلامي اللي يتماشى مع طبيعه المنطقه على اعلى مستوى. الحمد لله الشقق فيها يعني مستوى جميل جدا، شبابنا واي اسر النهارده تقدر انها تيجي وتسكن في مكان على اعلى مستوى. الحمد لله اللاندسكيب زي ما انتم شايفين، يعني اعتقد الصوره نفسها ابلغ من اي وصف. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه.